السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معكم محمد. النهاردة هنتكلم على ازاي نقص الصور باستخدام الفوتوشوب بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وتعالوا مع بعض نشوف الطريقة ازاي. نفتح اول حاجة برنامج الفوتوشوب، وبعد كده بنختار الصورة اللي احنا عايزين نقصها، وليكن على سبيل المثال ديت الصورة اللي انت او اللي انا عايز اقصها. طبعا بنقص الصور باستخدام البين تول. طبعا اداة البين تول يعني ناس المصممين كلهم عارفين اداة البين تول، اداة رائعة جدا وبسيطة واستخدامها سهل. طبعا هي استخدامها سهل مع اللي هيمارس او مع الممارسة، يعني مع الممارسة الاداة تبقى سهلة معاك وهتبدأ تقص بها صور صعبة وهتبدأ تبتكر بالاداة. اول حاجة تختار الاداة. بعد ما بتختار الصورة، طبعا بتختار الصورة عن طريق السحب، بتسحب الصورة اللي انت عايزها وبترميها جوه كده برنامج الفوتوشوب، او بتضغط على فايل واوبن وبتبدأ ان انت تختار الصور. طبعا بتختارها، طبعا بتكون جوه الكمبيوتر او على سطح المكتب على حسب ما انت حاططها. تمام، بتختار اداة البين تول زي ما انا قلت لك كده، وبعد كده بتكبر. طبعا الصورة ديت جودتها مش كويسة طبعا، لان ديت مصورة بكاميرا موبايل، فبالتالي الجودة او البكسلات بتاعتها مش هتبقى واضحة. فانت لو مصور مثلا صورة بكاميرا او بحاجة بروفيشنال هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لك ان انت تستخدم الاداة. طبعا ديت اداة البين تول، تعالوا مع بعض نشوف ازاي نقص. اول حاجة علشان تبدأ ان انت تقص بطريقة احترافية، اول حاجة لازم مثلا لو صورة مبكسلة زي ديت كده بتسيب مسافة بين الخلفية وبين جسم الصورة. يعني مثلا زي ما انت شايف كده، ده الشوز او الحذاء اللي انا لابسه. تبدأ مثلا هعمل نقطة كده، ديت نقطة البداية اللي انا هبدأ اقص من هنا، هبدأ اقص من هنا. تمام، هبدأ اخد مثلا اعمل نقطة نهاية بالشكل ده كده، يبقى نقطة قصاد نقطة. اضغط على النقطة ديت مثلا كده، متتسحبش معايا، اشيل النقطة من خلال السهم. في عندك كده في الكيبورد سهم مايل كده، هتضغط عليه هيشيل لك النقطة. علشان ارجع للبداية تاني بضغط على النقطة اللي انا كنت واقف عليها ضغطة واحدة بالشكل ده كده. تمام، علشان ابدأ اعمل كيرف او اعمل منحنى، بحيث ان انا اخد المنحنى ده او الكيرف ده اخده معايا في او اثناء قص الصوره. يعني ما الصوره ما تبقاش حاده، يعني ما اقص الصوره حاده بالشكل ده كده، لا انا عايز اقص صوره كيرف، اخد كيرفات وانا ماشي. فمثلا بتضغط مثلا على الحته اللي انت عايز تاخدها كيرف بالشكل ده كده، وبتسحب بالمنظر ده كده بحيث تتاخد كيرف معايا، ما تتاخدش بزاويه حاده تبقى شكلها مش كويس. تمام، علشان تشيل او تظبط المنحنى، طبعا لو انا جيت مثلا اعمل كده هتلاقي طبعا المنحنى مش كويس معاه ويتعوج وكده ومش مظبوط. تشيل النقطة، ترجع للنقطة اللي انت كنت واقف عندها، وبتضغط على مفتاح الت من الكيبورد، تضغط على الت بالشكل ده كده علشان يبدأ يشيل لك الجزء التاني من الخط، يعني يسيب الخط اللي تحت بس علشان تبدأ تحدد الجزء التاني اللي انت هتقصه من الصورة. تمام، حاجة طبعا مع بعض كده نقص، نشوف ازاي بنقص الصورة. طبعا انا باخد كيرفات وانا ماشي، بمشي مع منحنيات الصورة، ما باخدش انا زوايا حادة وانا ماشي. يعني اوعى تاخد مثلا زوايا حادة لان ده طبعا هيأثر على الصورة. طبعا انا باخد زوايا منحنيات زي ما انتوا شايفين كده مع بعض، وحاول بقدر الامكان لو الصورة مبكسلة تخش جوه الصورة شوية او تاكل حتة من الصورة. طبعا ده في الهدوم، انما في الوش او في الوجه ما ينفعش تعمل الكلام ده. يعني لو في الهدوم ما فيش مشاكل، بالمنظر اللي انا بعمله ده كده عادي. تمام، تبدأ تقص الصورة بشكل بسيط ومبسط، طبعا ما فيش اي مشاكل، ان شاء الله ما يواجهكش اي مشاكل وانت بتقص الصورة. تاخد كيرفات كده وانت ماشي، كيرفات كيرفات يعني كيرفات. حاول ما تاخدش اي زوايا حادة علشان ما يأثرش على الصورة، لان لو اخدت زوايا حادة طبعا ده هيبان بعد ما انت
تزيل الخلفية طبعا هيبقى شكل الصورة مش كويس، فبالتالي لازم تحافظ على ان انت تاخد كيرفات وانت ماشي، خد كيرفات كده وانت ماشي زي ما احنا اتفقنا مع بعض علشان جودة الصورة تبقى احسن. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا الموضوع بسيط وسهل و مفيش اي تعقيدات. طبعا في ادوات تانية جوه الفوتوشوب، يعني لو انت عاوز تبدأ ان انت تستخدمها للقص طبعا، بس الادوات التانية ديت اللي هي الغير البنتول بتستخدم لما تكون الخلفية لون واحد. ازاي لون واحد؟ يعني مثلا لو انت مصور وراك كروما ولا حاجة مثلا لون واحد، لون موحد، لون موحد غير اللون اللي انت لابسه او غير اللون الملابس اللي انت لابسها، ده بتبدأ تستخدم لها أداة في جوه الفوتوشوب وبتبدأ تزيل الخلفية مرة واحدة من غير ما تفضل تعمل كيرفات وتمشي والحاجات ده والحاجات دي. تمام، لكن لما تكون مصور صورة بورتريه أو صورة عادية زي اللي أنا مصورها كده، صورة زي اللي احنا بنصورها، صور عادية في الشارع أو في أي مكان، فبالتالي بيبقى فيها تفاصيل كتير، الخلفية بيبقى فيها تفاصيل كتير، فما ما ينفعش تستخدم أداة لإزالة لون موحد، لأن طبعا الصورة بتحتوي على ألوان كتير، فهتيجي تعمل الحركة ديت فبالتالي هتلاقي بوظ لك الصورة خالص و يعني ضيع لك الدنيا. زي ما انتوا شايفين كده مع بعض، نبدأ ناخد كله كيرفات، ما باخدش اي زوايا حادة خالص، لان لو اخدت زوايا حادة زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو طبعا هيبوظ الصورة. وحاول بقدر الامكان ان انت تخش جوه، يعني ما تطلعش بره علشان ما تبقاش يعني ما تاخدش وانت بتقص جزء من الخلفية، فما تيجي تركب عليها خلفية تانية او اي صورة تانية الحاجات من يعني الاجزاء اللي من الخلفية القديمة ما تبانش، يعني ما تأثرش على الصورة او ما تبانش ان هي مقصوصة، يعني يبقى شغلك واقعي. تمام، طبعا القص ده اسهل حاجة ممكن تواجهها في الفوتوشوب او ممكن تتعلمها في الفوتوشوب، يعني اول ما تتعلم اتعلم القص. لو اتعلمت القص وانت كده اتعلمت نص الطريق، الباقي بقى بقية الحاجات والتأثيرات والحاجات ديت سهلة جدا، يعني سهل ان انت تتعلمها قوي. انما اصعب حاجة او الجزء اللي الناس كتير ما بتحبوش القص. ليه ما بتحبوش القص؟ لان القص اول حاجة بياخد وقت والصبر، ما ينفعش ان انت تكروت، لان لو كروت اسف لو كروت هيبقى على حساب الصورة، يعني لو استعجلت وعملت اي حاجة في اي حاجة كده هيبقى على حساب جودة الصورة وعلى حساب الصورة ذات نفسها، يعني الصورة ما تبقاش حلوة. عشان تطلع حاجة ممتازة لابد ان انت تقص الصورة باحترافية، يعني مش اي حاجة كده وخلاص، لا تقص الصورة باحترافية، ده لو انت عايز تعمل شغل نظيف. انما لو انت مثلا عايز تعمل اي حاجة في اي حاجة، فبالتالي تبدأ ان انت تقص اي حاجة. طبعا انا مش شايف حواف في الصورة، فبالتالي بخش جوه بحاول ان انا اتخيل الكيرفات، يعني فاهم زي ما انا بعمل كده، انا مش شايف حواف في الصورة او حواف في الصورة مش واضحة بالنسبة لي نظرا لجودة الصورة ذات نفسها، لان هي متصورة زي ما انا قلت لكم بموبايل، فبالتالي الصورة ما يبقاش جودتها عالية، بالتالي انا مش شايف حواف في الصورة، فببدأ اتخيل الكيرفات، فما بحاول يعني ما بخشش جوه قوي بحيث ان الصورة ذات نفسها ما تتأثرش، بحاول اكون دقيق شوية في الموضوع الحواف بالشكل ده كده. طبعا انت ما تتعود هتلاقي ايدك طبعا مشيت بسرعة في القص، فبالتالي مش هتواجه اي مشكلة وانت بتقص، ان شاء الله ما هتواجهش اي مشكلة زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طبعا الشعر هعلمك ازاي تبدأ ان انت تاخد الاجزاء الناقصة من الشعر، يعني لو في مثلا اجزاء لسه ما نف... يعني مش نافعة ان هي تتقص، هوريك ازاي ان انت تاخد الاجزاء ديت وتظهرها تاني من غير ما تاخد اي جزء من الخلفية اللي وراك.
زي ما احنا شايفين كده بنبدأ ان احنا نقص. تمام، ناس كتير بيقول لك الشعر ده اصعب حاجة ان هي تتقص، لا بالعكس، الشعر ده اسهل حاجة بتتقص. انت امشي على الشعر، خد كيرفات الشعر، انما مثلا لو في شعرة يعني شعيرات خفيفة كده متناثرة يعني بعاد عن بعض، مش عارف ان انت تمشي عليهم اداة البنتول، بتبدأ ان انت تجيبهم باستخدام خاصية تانية كده هبدأ اوريها لك، بس بعد ما اقص الصورة بالكامل زي ما احنا شايفين كده بهدوء خالص. يعني خليك هادي جدا وانت بتقص الصورة، ما تحاولش ان انت تسرع ايدك، لان لو سرعت ايدك زي ما انا قلت لك في البداية يبقى على حساب الصورة. ما تحاولش مثلا تقول انا هعمل اي حاجة وخلاص، لا، لو انت عاوز تطلع شغل نظيف حاول تكون يعني عندك قدر من الصبر عشان تبدأ ان انت تطلع حاجة رائعة زي ما احنا شايفين كده. تمام، وحاول مثلا وانت بتتحرك، يعني مثلا وانت بتقص عايز تجيب جزء تاني، اضغط مسطرة وانت ماسك الماوس وبتقص، اضغط مسطرة علشان تبدأ ان انت تحرك الصورة بالشكل زي ما انا بحركها كده، يمين شمال فوق تحت كده، اضغط مسطرة هيجيب لك شكل ايد كده علشان تبدأ يعني تروح للجزء اللي انت عايز تقصه او عايز تكمل القص بتاعه بالشكل ده كده. انا في البداية ببدأ احدد الصورة، احددها بالبنتول واخد الكيرفات واخد كل حاجة، ما سيبش حاجة، ما تسيبش اي حاجة في الصورة. طبعا لو في حاجات بسيطة مثلا من الملابس اتاكلت او اتاخدت على السريع كده ما فيش مشاكل، اهم حاجة الوجه والشعر، انما لو الملابس كده عادي مش مشاكل، لان الملابس زي ما احنا عارفين ممكن وانت قاعد يبقى في كرمشة هنا كرمشة هنا، عادي ملهاش شكل ثابت، يعني ده اللي انا عايز اوصله، ملهاش شكل ثابت. تمام، زي ما احنا شايفين كده متحاولش تطلع بره وانت بتقص، وبكرر للمرة الالف ما تحاولش ان انت تخرج بره، يعني ما تحاولش مثلا ان انت تجيب حاجة كده تخرج كده، لا ده غلط طبعا، يعني حاول تكون دقيق، هي الدقة علشان تبقى مصمم محترف او تبقى مصمم ذو جودة لازم تكون عندك يعني صبر وتكون راكز، يعني ما تحاولش ان انت تكروت، لان لو كروت هتضيع الدنيا منك وهتضيع الشغل منك، فبالتالي لازم تكون راكز وانت بتقص الصورة، وبالذات البورتري. البورتري ده طبعا القص بتاعه بيبقى صعب، فبالتالي لازم يكون فيه شوية صبر. طبعا ده بعد ما قصيت الصورة بالكامل بالشكل ده كده، قصيت الصورة بالكامل اهو. علشان تبدأ تعمل السليكشن او التحديد بتضغط كليك يمين بالشكل ده كده وبتضغط ميك سليكشن، ميك سليكشن هتلاقي رابع واحدة من فوق هيجيب لك الصفحة ديت كده، هتضغط على اوكي، ما تضغطش على اي حاجة تانية غير اوكي، تضغط اوكي هيجيب لك السليكشن. طبعا انا كنت قلت لك في البداية ان احنا طبعا في اجزاء من الشعر، مثلا لو انت اجزاء من الشعر متناثرة كده فانت مش عارف تحددها بأداة البنتول، فبتبدأ ان انت تستخدم الأداة ديت او الخاصية ديت، بتبدأ تضغط على شكل السليكشن اللي هو تاني أداة من فوق، وبتضغط على سيلكت اند ماسك، سيلكت اند ماسك، او بتضغط وانت واقف على أداة البنتول بتضغط كليك يمين، طبعا هي مش هتظهر معاك، هي موجودة هنا بس مش هتظهر معاك، سيلكت اند ماسك هتلاقيها طبعا هنا لكن مش هتظهر معاك، فبالتالي بتبدأ ان انت تجيبها من تاني واحدة فوق سيلكت اند ماسك. طبعا هيبدأ يعمل لك عزل للخلفية والصورة الشخصية بالمنظر ده كده، هيبقى فيها عزل. تمام، طبعا في اجزاء لسه ما تقصتش اللي هي بين الدراعين ديت لسه ما تقصوش، لكن مش مشكلة، اهم حاجة ان انت تتعلم ازاي تقص. انا الدرس ده مش عامله علشان اصمم، لا الدرس ده انا عامله عشان اعلمك ازاي ان انت تقص الصورة بشكل احترافي وبشكل مميز. علشان تبدأ تاخد الاجزاء الناقصة من الشعر، اول حاجة هتعمل زوم كده، الزوم بيتعمل من كنترول وزرار الزائد، بيبدأ يعمل لك زوم
علشان تعمل زوم اوت او تصغير بتبدأ ان انت وانت ضغط على كنترول بتضغط على ناقص، يبقى الزائد بيزود او بيعمل زوم والناقص بيعمل زوم اوت او تصغير. علشان تبدأ ان انت تجيب الاجزاء الناقصة من الشعر، طبعا علشان جودة الصورة للمرة الالف برضه مش كويسة، فبالتالي ما فيش اي تفاصيل للشعر، الوجه والشعر والكلام ده ما فيش اي تفاصيل. فبتبدأ مثلا تستخدم تاني اداة، يعني اول ما بتختار السيلكت اند ماسك تختار تاني اداة، وبعد كده بتبدأ ان انت تكبر الفرشة اللي معاك من خلال السايز اللي بالشكل ده هنا كده موجود معاك، وبتبدأ ان انت تحدد الاجزاء المتناثرة من الشعر او الاجزاء اللي انت مش عارف تجيبها بالشكل ده كده. تمام، تبدأ تحدد الاجزاء اللي مش واضحة من الشعر بالشكل ده كده. تمام، طبعا انا مش عارف اظبطها علشان جودة الصورة، انما لو انا مثلا مصور صورة بكاميرا ولا حاجة فالموضوع هيبان يعني بالشكل ده كده. انا بوريك بس، انا بعلمك الادوات ازاي بتستخدم او استخدام الادوات ايه، انما انت بتبدأ ان انت تبتكر بقى بعد كده. بعد ما اخدت الاجزاء اللي من الشعر وظبطتها باستخدام الاداة التانية ديت، طبعا لو في جزء انت اخدته غلط وانت بتحدد بتبدأ تجيب اداة الناقص اللي هي ديت تاني واحدة، في عندك زائد وفي عندك ناقص، بتاخد الناقص وبتشيل الجزء اللي انت اخدته زيادة وهيبدأ يشيلهولك، هيبدأ يشيلك الجزء الزيادة، انما علامة الزائد علشان تبدأ ان انت تاخد الاجزاء المتناثرة من الشعر ملزوقة في الخلفية، بتبقى موجودة في الخلفية ذات نفسها. تمام، بعد كده بتضغط على، اسف طبعا على الرسالة اللي بتيجي ديت، هتضغط على الخيار اللي تحت ده، في خيار عندك اسمه، طبعا في خيار كده موجود تحت عندك تحت، في عندك علامة صح اللي هي ديت، وفي عندك برضو علامة صح هتعلم عليها اللي هي فوق ديت، وبعد كده بتختار نيو، طبعا هي بتبقى مختارة يعني بتبقى متفعلة جاهزة، نيو لير وذ لير ماسك، بتبقى متفعلة جاهزة. تمام، والاعدادات بتبقى زي ما انا عاملها كده بالظبط، ما تغيرش في اي حاجة. بعد كده بتضغط على اوكي، تمام كده عامل لك عزل الخلفية، كده عامل قص للصورة بشكل نهائي. وبكده يكون درس النهاردة انتهى، طبعا عشان ما اطولش على حضراتكم، طبعا زي ما قلت لك اول حاجة يعني اقرر عليك المعلومات دي تاني، لازم الصبر، لازم كثرة الممارسة، هات صور وقصها عشان تبدأ ان انت الموضوع يبقى سهل بالنسبة لك في قص الصور، وحاول بقدر الامكان ان انت زي ما قلت لك تكون دقيق، وبالتالي هتصبح ان انت مصمم محترف او هتبدأ تخش المجال وانت مطمن، لان انت معاك جزء مهم جدا من المجال الا وهو قص الصور. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، واستنوني الحلقة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله، هتكلم طبعا عن حاجات مهمة جدا في الفوتوشوب ومجال التصميم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.